ازيكم انا رنين. النهارده هو عيد قوارن الجنين وهو واحد من اهم الاعياد التقليديه في الصين وبيوافق اليوم الخامس من الشهر الخامس القمري الصيني. في عادات تقليديه كتيره في عيد قوارن الجنين زي مثلا انهم بيعملوا الزونزي اللي هي عباره عن جلابيه محشيه رز وبيلبسوا كمان عقد من خمس الوان وكمان في سباق قوارن الجنين. الزونزي ده عباره عن اكله تقليديه في عيد قوارن الجنين وهو بيكون رز ملفوف باوراق المانجو بيتضاف مع الرز دي حشوات مختلفه يعني مثلا في شمال الصين دايما بيحشوه تمر ومعمول الفاصوليا الحمراء بيكون طعمها حلو. في الجنوب دايما بيحشوها صفار البيض واللحمه ودي بيكون طعمها مالح. وزي ما قلنا برضو العقد الملونه اللي بيلبسوها في ايديهم دي برضو من احد اهم العادات اللي بيعملوها في عيد قوارن الجنين. بتكون ملفوفه بخمس الوان الازرق والابيض والاحمر والاسود والاصفر وبتلبس للشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط وبتكون فيها كل الفئات الخمسه. بتعبر كمان عن معنى شفاء الامراض وتقويه الجسم والصحه والعمر الطويل والدعاء لتمام الخير. النهارده هنتعلم مع بعض المصطلحات اللي ليها علاقه بعيد قوارن الجنين. اول حاجه عيد قوارن الجنين يعني توان وو تيان. تاني حاجه الجلابيه المحشيه الرز دي يعني صونزي. تالت حاجه العقد الملونه يعني وو تاي شان. رابع حاجة سباق قوارن الجنين يعني ساي لو جو. تمام. في العيد ده الناس بتهني مع بعض بتقول دوان وو ان كونغ. تمام. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.